عجبكم الجو متاع المدحة اللي كنا نسمعوا فيها؟ هذه نوبة يسميوها بوحلة، هي يسميوها بوحلة، تبدأ بالحمل الثقيل وما نقدرش نقله، ما نجمش ننقله،
والعاد على بوحلة وفيها ميزان ميزان كامل اللي فيه اللي تغنت فيه الغناية اسمه البوحلة الميزان هذا زاد هو بحذانا خونا المعلم فهمت ولا سلمونجي قبل سلمونجي ما نتعدالك يلزمني نرحب بخونا ناجي دبان ناجح ايه دبان ايه صديقنا ايه ناجح دبان السلام سي ناجح مرحبا بك مرحبا بك سي ناجح محلاك عندك انا قلت لك بكري زمني زمني رومارك قلت لك رومارك تلميذ خويا المنجي قلت لك رومارك مزيان عندك خطوه على خاطر الايقاع هو خطوه اكيد اذا كان مش خطوه ما فماش ايقاع وهذه اجا قلت هذه الحمل الثقيل الميزان نتاعها يتسمى بوحله بوحله والعاده بوحله تدم اصعب الايقاعات اصعب الايقاعات فما عام سي عبد الحميد الله يرحمه بالعرجية مشيت نعدي أنا في اللقاء عام 92 92 اختاروا لقاء بوحلة العازفين الكل بوحلة وبروح حتى حد ما عملوا صحيح تعرفش علاش يخدموا فيه على خاطر بوحلة يخدموا فيه ثم شكون يخدموا مدور تونسي وثم شكون يخدموا غيط هو لو غيطة هو مدور تونسي هو بوحلة فرد طن أما موش كيف كيف مربوط مربوط وفي خدمه باليسار حتى حد ما يخدمها تتاك تدم تتاك هذيك لازمها برشا عمل حمد ثقيل ما نقدرش نقل لنا الخدمه حمد ثقيل انا عملت غيطه مالي ولدي وكيفاش ربطتهم بعد بالبوحل ربطتها بالبوحل هذاك هذيك امانه هذيك شبوبيه هذيك البوحل كما قال كانت اكثر كنا قاعدين الاحتراف قبل كانت في اللجنه 10 من الناس مش كما تو 3 من الناس الاكثرانيه يركزوا لك كما قال لك على البوحله وعندك على السعداوي وعندك على العلاجي اللي احنا نقولوا له في الوتري ندور ندور حوزي ندور حوزي صحيح معناها البوحله راهو تعاملت فيه غالي سجل العثمان وربي يدوم حياته هذا كانوا يحكيوا عليه بوحله تعاملت فيه سيد لسيد تعمل سيد مش عسفو ملحن وصالح المهدي سيد صالح المهدي اسمعني تو انت عندك تجربه نتاع النوبه اللي خذتها برشا تجارب نعرف برشا تجارب انا نحكي على تجربه النوبه 91 تجربه النوبه 91 انا باش تحكي لي على سي عبد الكريم الفيتوري سي عبد الكريم الفيتوري الله يرحمه كان يعزف بالمزود بالقدا وكان يخدم المزود وكان صناعي نتاع مزود شنو حكى لك على المزود احكي لي عليه حاجه ما حكى لي عليه حد انا عبد الكريم الفيتوري سي عبد الكريم كما حكينا شويه سي عبد الكريم انا تو خدمت مع المزوديه برسك الكل الا مع المرحوم محمد علي بتاع القروان ايه؟ تعرفوا انت ايه؟ احمد بدوس عبد الكريم الفيتوري عبد المجيد طمه وتوفيق ولد عارم المزوديه بتاع تونس كما الخلود في جربي معناها برشا مزوديه من تم السمي برشا كيما حكيتك عبد الكريم الفيتوري ونزيد نعاود نقولها عنده رنه اخرى في المزود وحاجه اخرى مذخم مذخم برشا هو عبد الكريم الفيتوري فينو انت كتشوف جميل مزيان كتشوف الوهره تاع عبد الكريم كيشد المزود انت القاع كيقعد عنده حاجه انا مسجل معايا المب عند رجال صبره بتاع القروان بتاع جابر المتيري اما مسجل معايا الله الله ليلى محمد المدحات هو يموت على المدحات يموت على تعرفش علاش حكى لك المدحات على خاطر المزود عند الصناعية أصل المزود مدحة 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 بدا مدحة بالطبيعة زغويني خويا عبد الكريم راه وخاصة من الأول كي ندخل دربوخ أحلى مع عبد الكريم وذي كان عملنا من سبع عقلي مش نسألك على سعب الكريم بالله على خاطر ونحكي لك خممشي نهار يخدم هو ومزاودي آخر بالله شوف شبينا في التجارب متاعنا نحن شفنا في اسكتلندا ولا في بولونيا ولا في هالبلدان هذية شفنا 50 مزود يخدموا مع بعضهم مع بعض في الطبقة لكن ما لقيناش مش عندنا في الطبقة والله تسمع الديفيرينسا وتسمع الريجيستر ساعات مش لك الكل لكن ثم شوف ثم حاجز من تعلموها راي خدمة الانسامبل مزيانة حلوة العياط كي تبدأ 10 يغنيوا ويبدأوا 10 يعزفوا و10 يدربكوا دقيق أي. خير من واحد يخدم واحد اي ما تخاف من نشاز اي لكن نشاز هنا نشاز نجم تقبله فما نشاز لا هنا عاد نحن نحكيو موسيقى تعرف كي نحكيو موسيقى اش معناها؟ معناها كلمة نشاز مش نحكيو عليها نحكيو موسيقى معناها موسيقى بعد موسيقى ما نعدلوا وبعد ما نريضوا الامور وبعد ما كل شيء العشرين يغنيوا العشرين يعزفوا وحتى نفر كان 20 مزود يعزفوا تحس ثم تفاوت في الطبقة راهو مقصود اي بالضبط في قصد في قصد نشاز بني برشا في قصد مش نعطيك فكره مثلا المزود ما يسمى المزود منين جاي كلمه المزود هي جاي من كلمه الازدواج انه تلقى حرف مثال تاخذ لا اللي بحذاه مش لا
لا زايدة كومة، فيعطيه زوز أصوات مزدوجة. كي تسمع المزود يصيح، ما تسمعش كان تجبد كمانجة مثال تعزف لا، ولا تجبد ناي تعزف لا، لا يعطيك المزود ما يعطيكش لا، يعطيك لا ولا ولا زايدة كومة. لكن هك النشاز هذاك جمل المزود وخلق فيه ذات وعطاه معنى، مش نشاز هو كي التركيب ولا فهمت. وانت كجبت على المزودية مش نبدأ بشوية بعد النوبة وتات احمد بدوس وعبد الكريم فيتوري وعبد المجيد القادري ثم واحمد بدوس معايا في مهرجان تبربة عنده تو 18 سنه. وكيفاش خدموا مع بعضهم؟ كيفاش عملنا السعداوي دخل السعداوي معناها حاجه روعه. تصور عبد المجيد القادري واحمد بدوس روعه وسي عبد الكريم فيتوري سمح كي خدموها خدموا معهم وزانه لا لا ووحدهم ومن بعد خدموا بعض تخلط عليهم احنا بالتبالي وبالبنادر. لا تسمع بصوت حاجه روعه. ما لا نتبعوا مع بعضنا التجربه هذه، شوفوها مع بعضنا. قولكم في الزوز كيفاش يخدموا مع بعضهم؟ فما جو مزيان، ثم ستيل. انا بيرسونيلمون عجبني. فما الزوز مزوديه، واحد اسمه لطفي الجربي وخونا الاخر اسمه وليد درورو اللي قاعدين بحذا بعضهم، معناها اللي قاعده على يميني هذاك هو وليد درورو والاخر هو لطفي الجربي. عجبوكم يخدموا حلوين؟ نعرف واش نختار واش نجيبوا، حاجه حلوه برشا. لطفي تبارك الله سنه قديم خدم مع لطفي جرمانه وخونا ضيفنا من نابل، من نابل خويا جبته اختصاصا تلميذي انا، خويا ناجح خدم مع ناجح تلميذي انا ذاك. قداش عنده توا يا يعزم؟ عنده توا اقل حاجه 15. اول حاجه المزود نتاعو مزيان ياسر، معناها مزود باهي صحيح وحلو. وثاني حاجه صوابعو احلى لذاذ. هذوك مو جينيراسيون اللي معاملين عليهم توا كنا احنا، ان شاء الله ربي يبارك لهم. اي فما برشا ناس بهي هم توا جينيراسيون الكل يضربوا الكردي، توا يضربوا دار الشناوي. ما عادش الصنعه نتاع المزود القديمه بساتت الكردي وما فماش المحير سيكا والبياتي والمزبوب والعرضاوي المقامات البنينه ما فماش الغربي. فما مقام اخر حلو ياسر كان يتعزف بالمزود اسمه العزيبي. انا العزيب هذو مجموعه هذو هذي العزيب يتعزف في لي زاني 40 في لي زاني 50. خذ اخويا الغربي خويا وليد خويا عماد خذ الغناء القديم شو قداش ما بنوا. علاش المقام بنين المحايري سيكا
البياتي وبياتي اصلا مش بتاعنا، اما نعملوا حسين احنا. نعملوا حسين. حسين ولا نعملوا العرضاوي وين هما؟ وين مزبوب وين هو؟ ما ثم عادش السيكه المدينه نتاعنا وين هي؟ هي هي صنعة المزود، المزود عنده صنعته. عنده صنعته. والكلمات صادقه قبل ما فماش تو كلمات. عنده صنعته. تو ياسر احنا واحد سامحني حتى في الكلمه. ياسر مزموم اللو مش كل مش مزموم ياسر كردي مش الحاجه البنينه اللي تفرح العباد خاطر المزموم عنده وقت والاذن عنده وقتها والعروسات عندها وقتها والفرحه الناس تلوش في فرحه زاده كيما يلوجوا باش يسمع باش يعبر على مقصوده على حزن يحب يعبر على مقصوده في فرحه في عرسه فهمتني ان شاء الله ديما فرحانين وربي بالمناسبه خويا العمده نحب نترحم على الناس اللي ماتت الله يرحمهم يرحمهم وربي يصبر عليهم وتونس كلها حزنت عليهم وولادنا الحمد لله ولادنا وبناتنا يرحمهم وينعمهم الله يرحمهم وينعمهم وربي ان شاء الله يزين علينا وكو خويا المنظر حسب رايك الصناعيه تولي قاعده تعزف في المزود وين هزته المزود انت على خاطر قاعد مباشر تبارك الله بشرت الجيل اللي قبل ومباشر الجيل هذايا وعندك معناها تبارك الله معناها تجربه المزود توا معناتها يا حسره على المزود راه وقت انا تعرف شنو نحب المزود نستعرب المزود دربوكه جلود ساعه ايوا دربوكه هذايا البلاستيك هذايا اللي تقطق في الاذن صدقني خويا بكل صراحه اي ما تهزكش انا ما تعجبنيش قديم زمني الحقيقه اي وطول الجينيراسيون الجديدة هذيا كلها ما تنجمش تحكم عليها تبارك الله ولات برشا ما عادش كيما قبل، قبل راهو قبل رد بالك راهو كي واحد يخرج يضرب دربوكة ولا يضرب بندير راهو ياكل تريحة راهو من عند بوه من عند أمه صحيح داكوردو ولا أنا واحد من الناس كي طلعت نغني ما عادش كيفاش طلعت نغني أنا خاطر صعيبة ياسر الحكاية عائلتنا وقتها كيفاش تخلي تطلع تغني وكيفاش فهمتني وتو تبارك الله هاني نشوف العباد ونشوف الجينيراسيون الجديدة الأولياء شجعوا فيهم يبطلوا القرايه ويدزوهم عليهم اي هذا الوعي هذا الوعي فهمتني اخويا مينو على حساب على حكايه الدربوكه للجلد انا بابا اصله فخاخري في نابل ومعناتها انا بيدي نجلد الدربوكه في نابل معناتها خدمتنا احنا تورطنا في نابل راهو احنا من بالدنيا تطورت ما عادش نحط كانون في الاستديو ما يلا غالب اخويا انا قبل انا كنت قبل صدقني المديرني اجى يقول لك المديرني اما ديما تقعد البنه بتاع الجلد لكن اجى يقول لك المديرنيتي راهي ساعات فران اي اي فران فير انه نتطوروا شوف ايش نقول كي تقول لي مديرنيتي توا كي تشوف واحد يخدم مثل موسيقي كبير في امريكا يحب يخدم خدمه باروك نتاع ال 17 سيكل تاكد انه ما يجيب كان الات الباروك يخدم بهم دكار ما يمسش حتى اي هي هي يجيب كان وشوف كل خدمه هذه الصنعه كل ريبرتوار عنده الالات نتاعو وعنده لهجته وعنده ما نتعداوش عليه تو اللي قالوا المنظر صحيح تو نتاع عاش بالله سمح نتاع عاش دربوكه جربيه نحن اصل الواحد هو دربوكه جربيه نجلدوها جلد نتاع دربوكه شرقيه شنو تصور الصوت اللي مش تقدمه لي الور كو كنت تسمع الدربوكه الجربيه مجلده حوت ولا مجلده ماعز صحيح تسمع رونق اخر انت نعطيك مثال الخيوط قبل نتاع الكمان علاش الكمان جحلوه قبل على خاطر الخيوط نتاعها خيوط مصران صحيح مصران وابار التعديل وخيوط مصران لكن توا احمد الحفناوي وقت اللي عمل السولو مع عبد الوهاب هذاك مع عبد الحليم حافظ في 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 شو اسمه في رساله تحت الماء في الاخر اللي عملوا في الاثر هذاك عمل بالخيوط خيوط مصران علاش على خاطر عنده اعتقاد انه ما ترجع الروح الجميله كان بالخيوط هذيك ونأيد كلام اخويا والباستي بيدو لك عمده اخويا مينو نأيد لك كلامك علاش قلت انت المزود ما عادش المزود المزود اللي يعملوا فيه السولوت وما عادش الروح فماش العازف المزود ما عادش الحزن ما ولا وشرقوا فيه فما ملاحظه هربوا على الروح التونسي فما ملاحظه اخرى تطلع بتسمع تو مزودين اللي يخدموا تو تسمع كررتتك على بعض الناس كلها هاربين في كورس فما انا قبل كنت انا قبل ليبوك والله صدقني اقسم بالله والله كنا نحن في دارنا ديما كنا نعملوا المزاود امي تخاف عليه تعرف عليه قلبي يولي هكا يا عم كي نسمع البنادر والجلود باهي نتعداو تو باش نتعداو للفقره اللي من بعد نشوفوا مع بعضنا